إبراهيم ربى الحمام غي، واللي يحب الحمام قلبه يكون غي. في علم في إيده بيشاور بيه وينادي بصوت الصفار، حافظ سكته، عارف بيته، وما بينه وبين صاحبه إشار. الغاوي يأكل ويشرب ويقضي اليوم وسط الزغاليل، وعشان كده بما تربي حمام بترق وقلبك له بيمين. إبراهيم الصباحي، إحنا في غاية إبراهيم الصباحي. أهلا بك يا فندم، نورتونا. جميل، الله أكبر الله أكبر، تجنن تجنن يا إبراهيم. جميلة بك يا فندم، ربنا يخليك، ربنا يخليك. وباينة من تحت ربنا يخليك، ده من ذوقك والله بجد. ربنا يبارك لك، ربنا يخليك. أنت غاوي الحمام بقالك قد إيه يا إبراهيم؟ بقالي من وأنا عمري بتاع 9 سنين. 9 سنين غاويه. أنت من الجمالية أصلا؟ أه من الجمالية. أه يعني أنت ساكن في البيت ده؟ ساكن في البيت ده. أه وازاي اقنعت اصحاب العماره ان انت تاخد السطح تحوله ل... ما هو بقى اصحاب العماره يعني ناس محترمه بيحبوك. اه ناس محترمه وناس كويسه، فلما جيت باخد منهم الشقه فاتفقت معايا اصحاب العماره، اسمه الراجل اسمه الحاج احمد الشافعي، راجل يعني راجل محترم قوي الحمد لله. فلما جيت باخد منه العماره بكتب معاه قلت له بستاذنك يا حاج انا هعمل كذا كذا، قال لي تحت امرك، انت يعني زي عيالي. هو رزق. اه فهو راجل محترم، في اصحابات عمار كتير بتعارض في الموضوع دوت. فلما جيت كلمت الحاج احمد الصراحه حاج الامر 1 2 3، قال لي عينيا، راح جه راح باع لي العماره، وكان باعت في العوده ما فيش حد في السطوح. جيت انا بكتب مع العقد، راح قال لي ايه السطوح من حقك انت، ماشي واعمل باب واعمل اللي انت عايزه وعيش حياتك. حلو، انت شاب محترم وشاب كويس. فانا انت بتشتغل ايه يا ابراهيم غير انا جواهرجي بجد؟ اه والله ببيع واشتري. جميل آه بقى يعني ببيع واشتري وبصنع وكده، والحمام ده حاجه جميله طبعا. الحمد لله الحمام ده يعتبر احلى حاجه انا حبيتها في حياتي. حياتك؟ اه طبعا، هي الحاجه الوحيده اللي انا بحط فيها وقتي. بتقعد تتفرج عليه؟ بقعد اتفرج عليه كده في ملك تاني خالص معاه. في حاجه، في مشكله، في معايا في اي حاجه مضايقاني بطلع هنا، ولا كاني في اي حاجه موجوده اصلا، ولا كاني حاجه حصلت، ولا في دماغي لو في او مسافر فين وفي دماغي لازم الحمام. يعني ممكن في وقت نروح نصيف نعمل فيه، ما الحمام هو عندي ابدا من اي شيء، بفضل مضيع وقتي كله على الحمام. الحمام حاجه جميله وتربيته تربيه حلوه، والميزه اللي فيه الحمام كمان ان هو يعني الواحد بيربيه، يعني هو اصلا مش بيضر حد، مش بيعمل ريحه وحشه في المكان. يعني هو نضيف لوحده، طائر بيزين في الدنيا، هو بيزين الجمال اصلا. يعني هو الحمام حمام يعني حمام السلام. هي الحمام حاجه. بنيت الغيه دي امتى؟ امتى يعني بنيتها دي؟ في سنه 2016 2017. اه قبلها كنت مربع على البلكونه عند والدتي. اما كنت اما بدأ لسه ما اتجوزتش. انت اتجوزت هنا دلوقتي؟ اتجوزت هنا وعشت هنا. اه ومراتك اكيد بتغير من الحمام طبعا ده جدا. دي في مشاكل جامده بينه وبين الحمام، بينه وبين الحمام، بينه وبين الحمام أكيد. ده يعني هو ضرتها زي ما بيقولوا. صحيح، هو مش سلام. لا لا مش سلام، بس انا يعني بصحى من النوم يعني قبل حاجه اعملها لازم اطلع هنا الاول، بيبقى عندي في مكان الفرخ فوق في زغلل صغيره، بطلع اكلهم سريلاك، بطلع مش عارف ايه، بطلع اللي عايز يتحضن اللي عايز ياكل. فموضوع كبير يعني. فما كنتش ممكن لو انا عندي شغل ومستعجل، لو انا عتبت اقول سلمه للسطوح مش هروح الشغل خلاص، ما بروحوش. مراتك تقول لك اللي عنده قرش محيره يجيب حمام وطياره. ايوه طبعا كل الناس طبعا. اه طبعا. انت بنيت الغيه ابراهيم مره واحده ولا على مراحل مثلا؟ لا بنيت لحد 13 متر وقفت. هي كام متر الغيه؟ هي دلوقتي 18 متر الغاية. فانت اخر 5 متر كانوا مرحله اخر 5 متر بقى المرحله اللي هي الاخيره ديت اللي هي من بعد السور اللي فوق اللي هو اخر دور ده. اه لما جينا بنينا الاسانسير وعملنا الشاشه بتاعه الاسانسير ديت، فطبعا الحمام بقى ما شاء الله كم كبير ما شاء الله. فلما بيجي ويلف من حوالين الغيه كده كان في حمام بيخبط فيها، فحبينا نوسع له مكانه. فرحنا موسعين له تبان الخمسه الاخيره ديت، وهي الخمسه دي اللي بيطيروا منها، اللي هي الحمام اللي هو بيطير منها فوق دي. اه انت الغيه بتبقى مقسمها اول دور بيحصل فيه ايه وتاني دور؟ اه كل حاجه ليها حاجه إيه؟ طبعا. اول دور بيحصل ايه؟ اول دور ده احنا عاملينه زي قاعده هنا في الشتاء، اصلا الجو ساقع والحمام اصلا بتطير غير في الشتاء، فبننزل فوق متلجين. فممكن يبقى في نطره وما نروحش القهوه ولا حاجه، فعندنا دومنه وطاوله وكل حاجه جوه هنا وشاشه. دي طاوله العشاق الحمام. اه جميل. ادي ضيافه، اول دور ضيافه. اول دور ضيافه. ثاني يوم عندنا سلاكه بتاعت حمام اللي هو بتاع اللي هو الحمام اللي بيطير، ممكن افرخ في حمام كده وحمام على قده كده والحاجه اطلعه يطير. تالت دور ده يعني هو بقى بتاع الاسره مثلا. الاسره اللي هم مثلا احنا طيرنا حمام، رحنا خدنا مثلا في منطقه بعيده عن منطقه ولا حاجه، فمسكنا حمام لحد فبيجي نمسكه، فبدل ما بنحطه في مكان حد يفتح له غلط يروح لصاحبه تاني يحاربنا بيه، لا بنخليه في المكان ده ما بيخرجش منه خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه حرب العصابات دي؟ ما هو الحمام هو كده. هو ده عادي كده؟ اه عادي. اه
انت مسكت له واحد بس هترجعه له في الاخر. هرجعه له اكيد. رجعه بس بعد ما تحط عليه، بعد ما اعرفه ان انا بتقوي عليه فخلاص الموضوع كده، فلازم ابقى كده معاه. فده بنخليه في السجن هنا. واحنا بنطير في الاخر هتشرح لي ازاي طبعا شعري بيتشيل ازاي ويتمسك ازاي وكل ده. طب والدور اللي فوقيه بيحصل فيه؟ الدور اللي فوقيه ده بقى عندي هنا في السلاكه اللي بتاعت المفرخه دي. طبعا عندي حمام مقصوص بيحص يعني قص جوز بيحصه، باخد الحصى بتاعه واحضره تحت حمام تاني عشان هو ما بيعرفش ياكل عياله، عشان يبقى عندي حمام معظمه كله من غير بق اللي هو الصافي دوت. هو الصافي ده من غير بق؟ ملوش بق خالص. ما يعرفش ياكل عياله؟ ما يعرفش ياكل عياله. طب وفي الطبيعه بياكل عياله ازاي؟ احنا ساعه ما هو يبدا يبيض البيضه بناخد البيضه من تحت منه، يكون في قص تاني نوع تاني اللي هو الزاجل اللي هو العادي. ناخد بتاع دوت يكون التاني بايض معاه في نفس الوقت، اشيل ده واحط ده مرضعه يعني كانها مرضعه. بس يعني التاني لازم احط له الحصى البيض بتاع دوت من غير ما ايه، من غير ما يعرف يعني مثلا هو قام كل ولا حاجه، روح شال ده وحاطط دوت، بيبدا بقى هو يفكه ياكله. الاصناف دي ربنا عاملها كده ولا من كتر التفريخ بقى؟ لا 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 مش هو، هو ربنا خلقه كده يعني، لان الصافي ده اصلا خلقه ما ياكلش عياله. ما هو مش هيعرف ياكل عياله، احنا عشان يعني بيبقى عندنا شويه طمع زياده، فعايزين الزغلول زغلول او عايزينه يكبر بسرعه، فاهله عشان خاطر انا اخليه هو ياكل ابنه هيعدم من كتر الزق، لان الحمام سبحان الله ما بيعرفش بياكل، وبعد كده يرجع الاكل لابنه تاني. هياكل ابنه الاول؟ مش هيقدر. فالفرد مع بدل ما يعيش عندي خمسه هيعيش عندي سنه، وممكن بقى الجو ساعات بيقلب ساعه وبيقلب، فبيأثر الحمام. فالحمام ضعيف هتلاقي جسمه وجعه. فالكلسامات اللي في جسمه انا باخدها كده بديها لابنه. طب انا عايز الاصل. وبعدين الحمام الصافي ده اصلا ده يعني حمام متورث من ايام الملك فاروق، يعني ده حمام اصلا حمام ملاليك. احنا مش عايزين نقعد نتكلم بقى هنا، احنا لازم نشوف الكلام ده كله. عينيا طبعا. انت الاول هتاخدني في اول مرحله اللي هي مرحله التفريخ. تمام تمام. بعدين نطلع نطير فوق ونحارب. تمام نطلع نطير طبعا لازم. يلا. التفريخ بتاع الحمام، وده هنا الحمام اللي انا قلت لك على حضرتك اللي هم القص اللي هم كده. ده اللي ما عندوش بق؟ ده اللي ملوش بق خالص ده. ده ذكر ولا انثى؟ ده ذكر. ده ذكر شكله. ما عندوش بق خالص. ده بقى لما بيبيض احنا بناخد البيض بتاعه بنقيده عندنا في اجنتا اوريها لحضرتك. وتحت حمام تاني بوش ببوس كده. دي اهي الست اهي. دي قاعده على بيضه؟ قاعده على بيضه. بس انت هتاخدها بقى تحطها عند جوز تاني. حاجه تاني وايدها. دي النتايه. دي النتايه بتاعته برضو. دي ما عندهاش بقى خالص. ما عندهاش بقى خالص عشان برضو لازم ابقى ايه، برضو محافظ على الصوره، ما ينفعش اديله حاجه اطول من كده. احنا متاسفين. ماشي. هي دي لسه بيضه جوز هنا اهو. استني يا حمام هنبص ونرجعه له. هي لسه بيضه اهي البيضه دي، البيضتين دول بتوعها اهو. تخيل حاسه فيهم بالكائن. سبحان الله. فبناخدها بقى. عنده زغاليل؟ فعندي بقى دلتا بيضهم كده، هروح كاتب عليها الرقم بتاعها واسم الباب، وعندي الدبله. بتكتب بالماركر؟ بركب. بكتب اهو كده حاجه زي كده. وتأيد؟ وأيد عندي في الدفتر زي كده اهو. يعني عندي كشكول اهو كده اهو، مثلا مثلا 67 عند 4. باب رقم 55. بكتب على البيضه واقعد عند مين، وبعد ما يطلعوا عياله ويكبروا شويه كده عندي دبله بلبسها له في رجليه زي اللي لابسها ابوه كده، بلبسها له في رجله، وراح كاتب ده ابن فلان. افضل طول عمري عارف ده ابن مين. جه ابوه مات حصل له اي حاجه، ببقى اروح جايب ابنه من المكان اللي انا شايله فيه، روح ايه مجوزه لخالته لبنت خالته لعمته، ان انا ارجع الدم بتاع العيله تاني. يبقى انا عندي الشكل محافظ عليه هو هو. عندك بيضه؟ عندي بقى بيضه. عندي عياله برضو لسه هم. ده طبعا بشويش بشويش يا ابراهيم. ده طبعا الحمام اللي هو ده بقى بياكل عيالهم. ده بقه ياكل بيه عادي. ده بقه ياكل بيه اي حاجه. فانت هتاخد البيض ده تحطه عند الحمام. باخده احطه عند ده عشان خاطر ده هو اللي يعرف ياكل ده. ده ما يعرفش ياكل عند ده خالص. بس انت سهيته كده. دي اهو. يا خبر ابيض. دي حماميه اهي. يا خبر ابيض. لسه هي في الحصايه. يا خبر ابيض. الله اكبر. قل اعوذ برب. دي بنتهم بقى. دول عيال. لا ما تدينيش عيال تاني انا خايف. افتحي بقى البيضه انت بايديكي بقى. لا انا خايف أيوة اعمل حاجه. أيوة. غلط. ايوه شد كده ايوه كده. اهلا في الحياه. ايوه كده. اهلا بيكي. اهلا بيكي هتطيري. أيوة. وتعيشي في الجماليه. اتعدلي. دي بقى عيالهم.
وتطيري بين المآذن والجوامع والحاجات. هنا يعني بقى البيضه مكتوب على الرقم اهي، باخد بقى انا الرقم اللي كان مكتوب عليهم، روح جاي روح مايده عندي في الكشكول. ده غلبان قوي رجعه. انت بتعمل كل ده يا ابراهيم لوحدك ولا في حد بيساعدك؟ لا في حد معايا بيساعدني طبعا. مين بيساعدك؟ معايا عبد العظيم ده بيساعدني على طول في الغيه فوق، يبقى كل واحد فينا ماسك حاجه، انا ماسك هنا هو ماسك الغيه فوق. طب ينفع اقابل عبد العظيم؟ طبعا طبعا اوكي طبعا. يلا نروح يلا نتعرف عليه. يلا بينا. انت بتشتغل ايه غير موضوع الحمام ده يا عبد العظيم؟ بشتغل نقاش. نقاش؟ ايه اللي خلاك تيجي هنا؟ غيت الحمام. انت غاوي حمام برضه؟ غاوي الحمام اه. لو شغلانه ودي بس بتعملها عشان فلوس تطلع الدور السادس اللي احنا فيه؟ لا لا طبعا. ايه التشبيب ده يا عبد العظيم؟ اللي هو مثلا بيتربى هنا زغلول مثلا لغايه ما شباب كده وبعد كده نطلعه فوق. هنا الشباب؟ هنا الناشئين. الناشئين؟ الناشئين اه. وبعد كده لما يكبروا يروحوا؟ بعد ما يكبروا بيطلعوا على فوق على طول. ويعيشوا في كل قصر؟ كل واحد في باله. ليه بتشتغل الشغلانه دي يا عبد العظيم؟ الحمام يعني دي غيه من صغري وانا بحب الحمام. ليه بتحب الحمام؟ بتحس ايه وانت في وسطه؟ بحس ان انا بنسى نفسي. ازاي؟ بحس ان في علاقه بيني وبينه، بنسى كل همومي ومشاكلي هنا. قبل ما تيجي هنا تكتشف ان انت كنت بتحب الحمام، كانت هوايتك ايه؟ لا انا غاوي الحمام من صغري وانا عندي 9 سنين. من 9 سنين وانت بتحب الحمام؟ وطول عمرك بتشتغل في غيه الحمام؟ كان عندك غيه؟ لا مش بشتغل، دي هوايه عندي. مزاج كده على طول تيجي. اه احب الحمام، احب اكله، احب اشوفه وهو طاير كده. يعني انت ابراهيم كده عطر على حد زيه وانت وهو شغالين في الغيه دي؟ انا وهو شركاء وبنحب الحمام واصحاب من زمان يعني الصراحه. وتقعد كده تنسى نفسك واهلك موافقين على اللي بتعمله؟ لو عندك مشاكل الدنيا وقعدتي هنا هتنسي كل اي حاجه انت. اهلك بيحبوا الحمام برضو؟ لا 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 بيحبوا. مراتك وولادك؟ بيحب ياكلوه. ياكلوه؟ طب انت بتاكل حمام؟ لا لا من صغري عمري ما اكلت الحمام. وقرفت اكره اللي بياكلوا حمام. انا بتهيألي هبطل اكل حمام، انا كنت بحبه زمان. الله يجازيك بوظت عليا. في عشره بيني وبينه صراحه، فازاي هاكله يعني؟ هو ده نفس الحمام اللي بناكله؟ هو الحمام بيتاكل عادي بس ده غالي شويه يعني غير الحمام البلدي والكلام ده. انا هطلع ابص بقى على الحمام اللي فوق وهو بيطير وهو بيرجع وهو بيعمل. تعالي حضرتك. يلا. عبد العظيم قال لي ان لما الحمام بقى بيكبر بيعيش هنا. بنطلعه هنا في الغيه بقى الشاب، كل واحد بيبقى ليه بابه. كل جوز؟ لا كل فرد، هنا ما ينفعش جواز، هنا كل واحد بس، ما ينفعش يعيشوا مع بعض اتنينات. ليه؟ يضربوا بعض، لان هم بقى هنا كلهم ذكوره، فلو حطينا اتنين مع بعض كلهم ذكوره؟ كلهم ذكوره، ما ينفعش حتى هنا نتاع معاهم. ليه؟ يعني ما ينفعش، لو حط معاهم نتاع بتبوظ الغيه كلها، الحمام مش هيطير. كل واحد طير عقله عايز ينزل يخش النتاع بتاعته. اه فعشان كده مش هيطير خالص. لكن هو بيطير بقى يدور على ايه؟ هو بيشيل، احنا بقى بنشيل مع بعض بقى مثلا منطقه زي الظاهر، زي باب الشعريه، زي الجماليه، بنتصل بعض بالتليفونات، دي وقت بنفتح فيه. يلا يلا كلنا نفتح، بعتين الحمام بتاعنا نفتح الحمام كله. ها نروح لامين مثلا بتاع 50 حمام، نروح مدخلين المنطقه اللي احنا عايزينها. بس مش عارفك انه هيمشي كده مش هيمشي بيبقى كده. بيبقى عندي حمام مثلا يعني ايه، لا يعني حطيته عند واحد جوزته في المكان دوت، فما بقى يسيبه هنا عايز يروح له هناك. فهو عشان بيطلع قدام منهم فرحان، فبيطلع يخبط قدام الحمام، فالحمام بيفضل طوعه ماشي ورا منه لحد ما الحمام رايح المكان اللي فيه الحمام اللي هو كان متجوز، فيروح واخد مع الحمام ايه هناك. يروح هناك يلاقي بقى ناس بتشاور وناس بتصفر وقلق جامد، فالحمام كله خد مع بعض. طبعا الحمام راح هناك عايز يرجع مكانه، فبيرجع بالحمام بتاع الايه بتاع الناس اللي هنا. بيبقى في هنا عندنا في المنطقه مثلا في حسات ناس مطيره برضه حمام تاني، يجي يروح كله واخد مع بعض، عاملين قرص كبير فوق دماغتنا. نشير بقى نفضل مع بعض لحد اخر الليل ما نشير. ممكن بقى انا لا اما يروح لحمام عندهم لا اما هم يروح لهم حمام، ده بقى الحرب اشتغل بقى كده خلاص. لو راح لهم يبقى هم اللي كسبوا البوم. يبقى هم اللي كسبوا كده، احنا خدنا عندكم النهارده ومسكنا لكم، نقعد بقى مع بعض على القهوه. الاسره اللي الأسرة قلت لي بقى في تحت في الدور الثالث. بتحط في الدور الثالث ده الاسره بتاع الاسره دوت. تخيل انا هستعمل الكلمه دي بعد كده. لو انا مسكت ان شاء الله، لو انا مسكت عيالي هقول لهم احطكم في الثالث. اه لو انا لو انا بقى مسكت فرد حمام ولا حاجه من دول بحطه في المكان ده بتاع الاسره. لو هو بقى خلاص بعد ما خلاص نقعد ننكش في بعض نعمل في بعض، بعد كده اروح سايبه له تاني يروح لصاحبه. تقعدوا بقى على القهوه ولا في مكان الضيافه تحت في القهوه؟ ممكن في مكان الضيافه عندنا هنا. انا نفسي اتفرج بقى على الحمام بينزل والحمام بيطلع، فانا عينية. عشان بس ما تنسانيش ادي لك بس الهديه بتاعتك. عينيا. وانا هديتي انك تفرجني على عينية. الحمام. عينيا ده اجمل هديه. الله يا ساره نجم سينمائي. نجم سينمائي. ربنا يبارك لك يا ساره. ربنا يبارك لك. خد يا ابراهيم دي اجمل هديه. هنطير بقى الحمام. عينيا طبعا. Thank you.
يا حمام طاير أشكال والوان، من غية البرج البيت لسطوح، ورا رزقك تجري في كل مكان، وعيوننا تحوطك فين ما تروح، أسراب في السما رايحة وجاية كأنها فرقة بتقدم عرض، وفي آخر اليوم عند الغية تطمن وقت ما تلمس أرض. يا حمام شايل حكايات ياما، شوف كم مرسال وياك مبعوت، الدنيا دي شبه اليمام عمالة بتسرح في الملكوت.